السلام عليكم. أعلنت كتائب ما يسمى بسيد الشهداء التابعة للحشد الشعبي الشيعي في العراق المدعومة إيرانيا عن تطوعها للقتال في اليمن إلى جانب ميليشيا الحوثي. جاء ذلك على لسان أمين الكتائب أبو ولاء الولائي في مقطع فيديو نشرته عدد من مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. انخراط الأنظمة المؤلية لإيران بدعم ميليشيا الحوثي سواء بالتسليح أو الرجال أو التدريب يحمل مؤشرات ودلالات كثيرة، منها امتداد خارطة الصراع العربي الإيراني، غير أن أبرزها خطر تحول اليمن إلى ميدان للصراع الإقليمي والدولي وساحة للابتزاز بين القوى الدولية، بل والتكلفة التي يدفعها اليمنيون في حال فشلة المعركة مع ميليشيا الحوثي. ميليشيا تتغذى على الطائفات المدعومة إيرانياً من مخزون الكراهية على المجتمعات العربية، تشتر صراعات الماضي وتقاتل تحت لافتات يحرص اليمنيون على النأي عنها، غير أنها تحضر لتترجم صراع الهوية المذهبية العابرة للحدود وتغذيتها من قبل إيران في المنطقة. فما هي مخاطر المذهبية في اليمن وتوسيع الانقسام الطائفي؟ وهل التحالف العربي لا يزال يحارب النفوذ الإيراني في اليمن بالشكل الكافي؟ كيف ساهمت السياسة لبعض الدول في التحالف في إضعاف الموقف القانوني والأخلاقي لمعركة اليمنيين؟ وبالتالي كيف عززت من حضور الأصوات الطائفية المتداخلة في المشهد اليمني؟ مشاهدينا، هذه الأسئلة وغيرها نناقشها الليلة في المساء اليمني مع ضيفي هنا في الأستوديو الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك والمشاهدين الكرام. إذن يبدو أن معركة إيران من العراق إلى اليمن تمتد. نناقش هذه الحلقة أستاذ نبيل، ولكن كما اعتدنا بعد مشاهدة هذا التقرير. مجددا تعود إيران لتضع نفسها في المشهد اليمني، هذه المرة من بوابة الحشد الشيعي العراقي. لم تكد تخفت تصريحات حسن نصر الله عن استعداده للقتال في اليمن حتى جاءت تصريحات قائد شيعي عراقي يعلن فيها استعداده للقتال تحت إمرة زعيم ميليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي. وأنا الآن أعلن تطوعي جنديا صغيرا يقف رهن إشارة قائدكم المغوار السيد عبد الملك الحوثي أعزه الله. بامتداد الميليشيا الموالية لطهران يمضي مشروع تدمير عابر للحدود في المنطقة العربية لحواضرها وتمزيق النسيج الوطني متنكرة لأبجديات التعايش والمواطنة. يرى الكثير أن الدعم الإيراني لميليشيا الحوثيين في اليمن يظهر على سطح الصراعات السياسية والمصالح الدولية التي ترتبط بها إيران، غير أن الواقع يؤكد وصول هذه اليد إلى قلب التراب اليمني. لقد أكد الجيش الوطني قبل أيام القبض على خبراء من حزب الله اللبناني في صعدة معقل زعيم الميليشيا. رفعت الميليشيا الطائفية المدعومة إيرانيا شعار المقاومة ضد الاحتلال ردحا من الزمن قبل أن تكشف عن أطماعها وتسفر عن أدوات قمعية تدير خارطة التوحش في المنطقة لتتسع مساحة ضحاياها من لبنان إلى سوريا في العراق وأخيرا اليمن. رغم كل المحاذير التي يتسم بها خطاب المقاومة في الانجرار إلى مربع الصراع الطائفي، غير أن هذا لا يلغي حقيقة أن الحرب التي تخوضها ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين، أو بالأحرى الحرب الإيرانية في المنطقة عبر وكلائها، هي حرب قائمة على الهوية المذهبية العابرة للحدود، وأن معركة إيران هي معركة واحدة تمتد من العراق إلى اليمن. ميليشيا تتغذى على الطائفية المدعومة إيرانيا من مخزون الكراهية على المجتمعات العربية، تجتر صراعات الماضي وتقاتل تحت لافتات عدمية من قبيل الثأر لرموزها التي قضت قبل عقود في سياق صراع سياسي تريد تحميل الشعوب العربية اليوم وزر ذلك الصراع. أنا أقول أن المرتزقة. وسائل القمع التي تتبعها الميليشيا الطائفية هي الأخرى تبدو متشابهة، مع الاحتفاظ ببعض الخصوصية بدءا بفتاوى التكفير واستباحة الدماء، مرورا بخطاب التخوين والعمالة، وصولا إلى التفجير والاغتيالات والسجون والتعذيب وإدارة ملفات الحرب بقسوة بالغة. التصريحات الأخيرة تقول إن ميليشيا الحوثي في اليمن ستظل عنوانا لمخاطر استمرار اليمن ميدانا للصراع الإقليمي والدولي وساحة للابتزاز بين القوى الدولية، بينما يدفع اليمنيون التكلفة الباهظة.
إذن أستاذ نبيل، تابعت كما رأينا في التقرير وربما قبل ذلك القائد العسكري الذي يعني يعلن أنه يريد أن يتحول إلى جندي صغير في جيش عبد الملك الحوثي ويأتمر بأمره، ما رأيك بمثل هذا التصريح؟ باعتقادي مثل هذا التصريح هو ربما رأس الجليد الذي ظهر من امتدادات المشروع الإيراني واشتغالها على امتداد السنوات الماضية ما قبل سقوط صنعاء وما قبلها بكثير جدا. إيران تشتغل في المنطقة وفي اليمن تحديدا منذ أكثر من يعني منذ ثمانينات القرن الماضي، بدأت أولى تواصلاتها بجماعات بما يسمى بالمرجعية الزيدية في صعدة من خلال اتصالها ب صلاح فليتة أبو محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين، وقبلها أيضا بعديد من المرجعيات، واشتغلت على هذا في نسج خيوط التواصلات مع هذه المرجعيات، وتحولت أو اشتغلت كثيرا أيضا في استقطاب العديد من شباب وطلاب زيدية في هذه المناطق، وذهبت بهم إلى طهران وإلى غيرها من المدن الإيرانية ليدرسوا، ليس ليدرسوا الطب والهندسة والتخصصات العلمية، إنما ليدرسوا في الحوزات المذهبية والطائفية في إيران، ليعودوا بعد ذلك بمثل هذه الأفكار التي رأيناها. أنا باعتقادي هذا التصريح الأخير لأحد قادة الميليشيات الإيرانية في العراق، وهي ميليشيات ما تسمى بالحشد الشعبي، يشتغلون في هذا الإطار ك يعني مهيئين ومعدين لأداء مثل هذا الدور في الوقت والزمان المطلوب منهم أداء مثل هذه الوظيفة. هو أيضا بقدر ما يعكس يعني خيوط اللعبة في المشروع الإيراني، هو يعكس أيضا حالة القلق الذي ينتاب هذا المشروع، وخاصة من المعركة القائمة في اليمن وتعقيداتها وضيق الخناق على جماعة الحوثي. فرأينا هذا التصريح، ورأينا حجم التصريحات النارية التي أطلقها عدد من قادات الميليشيات الإيرانية في المنطقة، كحزب حسن نصر الله في لبنان وهذا القائد هناك. يعني هناك نوع من أيضا المظاهرات التي رأيناها بالأمس، المظاهر الصغير التي رأيناها في هنا في إسطنبول لجماعات شيعية تدين بالولاء للمرجعيات الإيرانية في قم، كل هذا هو يعكس حجم الإشكال القائم في المشروع الإيراني وتراجعه، رغم أيضا أن الطرف المقابل لهذا المشروع لا يبذل أو لا يقرأ جيدا يعني الأهداف الحقيقية لهذا المشروع، نعم، ولا يشتغل على نفس هذا الأسلوب من العمل والاشتغال، نعم، المذهبي. يعني وأنت تتحدث عن حجم هذه التصريحات أو يعني مخاطرها أيضا، يعني أين تكمن المخاطر بالضبط؟ يعني خصوصا أيضا قبل أيام يتحدث قائد حزب الله اللبناني حسن نصر الله يتحدث بنفس المفهوم وبنفس الفكرة أنه يتمنى أن يقاتل مع عبد الملك الحوثي في اليمن. طبعا هذه التصريحات هي محاولة لخلق نوع من التضامنات ونوع من الوجود والحضور، لكن في حقيقة الأمر هم لهم وجود، يعني جماعة حزب الله موجودين في صعدة منذ الحروب الأولى، يعني المدربين والمستشارين والخبراء الإيرانيين أو خبراء لبنانيين الذين يدينون بالولاء أو يتبعون ويشتغلون ضمن ما يسمى بفيلق القدس الإيراني، هم موجودين في صعدة، هم الذين أنشأوا مصانع معامل المتفجرات والألغام، وأيضا خبراء إيرانيين كبار هم الذين أسهموا في تطوير بعض الصواريخ الروسية الصنع التي كانت بحوزة ما يسمى بالحرس الجمهوري السابق، وهم الذين طوروا مداها. كل هذا الحضور أيضا فضلا عن الحضور الإعلامي الكبير من القنوات الإيرانية التي سواء الإيرانية التي تتحدث مباشرة باسم إيران أو التي تتحدث باسم هذه الميليشيات وهي ممولة إيرانيا، ككثير من القنوات كقناة المسيرة والساحات وغيرها من القنوات، قناة الميادين، كل هذه القنوات أيضا هي تعكس حقيقة هذا المشروع. يعني اليوم لم يعد الحديث عن التورط الإيراني عن وجود الميليشيات يعني حديث من قبيل الدعابة السياسية، هي واقع سياسي أصبح مفروضا وموجودا، وأصبحنا نشاهد تداعيات هذا المشروع. أيضا يستوقفني في هذا الجانب مسألة يعني هذه البجاحة التي يطلقونها أو التصريحات التي يطلقونها بكل بجاحة ويخاطبون العالم كله بهذه التصريحات، وهذا كله يتم بعيد عن مسميات وتصنيفات ما يسمى بالإرهاب العابر للحدود، الإرهاب الميليشوي، الإرهاب المتطرف الذي يمكن أن يصم به الأطراف الأخرى. مثلا يعني مثلا نحن لو
يعني جدلا افترض انه احد من الجماعات الإسلامية الأخرى دعت أنها تقاتل في اليمن لجانب الحكومة الشرعية أو كذا، سيصمونها بالإرهاب وستدخل ضمن هذا. لكن حينما يأتي هذه التصريحات من قبل ميليشيات طائفية شيعية فهذا من الإرهاب المسكوت عنه والمرضى عنه دوليا وإقليميا أيضا. نعم، إذا نسمح لنا أن ينضم معنا عبر سكايب الأستاذ يحيى عسير الناشط السياسي والحقوقي السعودي من لندن. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك معنا أستاذ يحيى، وأنوه أن الصوت يتأخر قليلا بالوصول إليك. تصريحات قادمة من خلف البحار تدعم الحوثيين من طهران إلى بغداد إلى من بيروت أيضا، كيف تتابع هذا التداعي المذهبي إن صح لنا القول والطائفي للمشروع الإيراني في المنطقة؟ وللأسف عندما تنحصر حقوق الإنسان يتقدم مكانها يعني ما يضر بحقوق الإنسان. هذه المذهبية العابرة للحدود التي يعني يتداعى لها هؤلاء الأشخاص من يعني من دول أخرى بعيدة من أجل أن يدافعوا عن أبناء الطائفة، سواء كانوا أبناء الطائفة على خط أو سواء، مضرة بالحالة الحقوقية. لو كان أحد يريد الخير لليمنيين فكان يجب عليه أن يقف مع حقوق الشعب اليمني إن كان يتبنى تلك الحقوق، ومع اختيار الشعب اليمني إن كان من يتبنى ذلك. أما أن ينحاز شخص أبناء طائفته ولأبناء مذهبه إن كانت سياساته وإن كانت أعماله، هذا بالتأكيد أنه مضر على الحال الاجتماعية وعلى النسيج الاجتماعي، وبالتأكيد أنه لن ينتهي ذلك إلى حل. لأنه لو تداعى كل الشيعة للقتال إلى تداعى كل السنة للقتال إلى فلن يستطيع طرف ان اي طرف ان يخرج بحل الا بان يحط حل لائق ويكون لدى شرائح، هي كانت الشرائح. نعم استاذ يحيى لا تمكن من سماعك بشكل جيد. كل الاطراف المتدخله اسمح لنا باخذ يعني مساحه بسيطه لتعديل الاتصال بك وأعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ نبيل. يعني من الواضح أن الصراع في المنطقة يراد له أن يكون طائفي سني أو يعني سني شيعي، وصراع عابر لحدود البلدان كما تفضلت وتفضل الأستاذ يحيى. ما هو الخطر الذي يعني يحدق بالمنطقة من خلال تجزئة الصراع بهذا الشكل؟ طبعا هذا الصراع منذ اللحظة الأولى لانطلاق هذا الصراع، وهو الذي تفاخر به كثير من المسؤولين الإيرانيين وتحدثوا عن سقوط صنعاء كعاصمة عربية رابعة في يد المشروع الإيراني. كل الاشتغال الإعلامي والسياسي والثقافي والدعائي والأدبي حتى الذي رأيناه خلال الأربع سنوات الماضية كان يوظف أو يدفع باتجاه طيفنة هذا الصراع وتحويله إلى صراع طائفي سني شيعي. لكن من خلال مشاهدة في الحالة اليمنية، والحالة اليمنية طبعا حالة مستعصية وحالة متوغلة في القدم، هذا صراع بين هذه النظرية السلالية الكهنوتية وبين اليمنيين كشعب، هو صراعا أخذ لم يأخذ مزاجا طائفيا بقدر ما أخذ مسارا سياسيا في كثير من المنعطفات التاريخية. اليوم بكل تجليات هذا الزخم الإعلامي الطائفي والتحشيد المضاد لمثل هذا مثل هذه الحرب ومحاولة توصيفها بالحرب الطائفية فشلت فشلا ذريعا في الحالة اليمنية. اليمنيون في حروبهم ينطلقون من المصالح التي تجمعهم كمصالح وطنية، كمصالح حقوق مشروعة لهم كشعب، يرى أن هذه الفئة أو هذه الطائفة أو هذه الجماعة تريد أن تختزل حقوقهم وتستحوذ على كل ما لهم ما لها صلة بحقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي أنا باعتقادي فشل الصراع مذهبيا في اليمن، ومستقبله مستقبل فاشل في أن ينجح في تحقيق بعض الاختراقات التي قد يحققها أو هنا أو هناك. لكن من خلال تجربة ثلاث سنوات من الحرب أستطيع أقول وأنا كل ثقة أن إشعال هذه الحرب من المنظور الطائفي فشل فشلا ذريعا في اليمن. هناك وعي تاريخي، هناك وعي سياسي كبير لدى اليمنيين أفشل مثل هذه التخندقات ومثل هذه الدوافع والبواعث لمثل هذه الحرب التي يراد أن تصنف أيضا بين حرب السنة والشيعة أو حرب المذاهب والأديان، لأن اليمنيون يمتلكون وعيا تاريخيا بأساس القضية التي يقاتلون من أجلها، وهي قضية استبداد سياسي يتلفع ويستخدم المذهبية السياسية والطائفية شعارا له فيما في حقيقة الأمر هو صراع
على النفوذ والسلطة والاستحواذ في وجه من قبل جماعة تريد أن تستحوذ على حقوق ومقدرات اليمنيين تحت مظلة كاذبة، مظلة ما يسمى بآل البيت وما إلى ذلك من الخرافات التي يدرك اليمنيين جيدا مدى ضحالة وهشاشة مثل هذا الطرح الذي تتلفع به جماعة الحوثي. اليوم انكشفت جماعة الحوثي أنها ليست جماعة بحسب ما تقدم بها أدبياتها وإعلامها أنها جماعة طائفية تنتمي إلى المشروع الشيعي، لكن اليمنيون أدركوا أن هذا الغلاف الذي تتستر به هو لقلب الدعم الإيراني وقلب الدعم الحوزوي من قبل الحوزوات الشيعية في الحوزات الشيعية في الخليج وفي العراق وفي غيرها من الأماكن. لكن في حقيقة الأمر يعني معظم الذين يقاتلون اليوم مثلا أو أعداد لا بأس به أعداد كبيرة من الذين يقاتلون جماعة الحوثي هم ينتمون إلى نفس المذهب الزيدي، ولكنهم أيضا منخرطون في إطار مشروع وطني يرون أن الوطن مقدم على هذه التخندقات وعلى هذه الخرافات المذهبية الطائفية. نعم، إذن يعني ما مدى تأثير إيران إذن على المشروع الحوثي في اليمن؟ هل لها تأثير اتخاذ قرار الحرب والسلم؟ جماعة الحوثي لم تعد جماعة وطنية بالمعنى السياسي، هي أصبحت جماعة مختطفة وظيفيا تؤدي وظيفة سياسية لقبل المشروع الإيراني. جماعة يعني نحن ندرك أيضا حجم التعقيدات التي التاريخية والمذهبية التي القائمة بين الطرفي المذهب الشيعي المذهبين الشيعيين الزيدي والاثنى عشري. هناك تكفير متبادل، هناك صراع متبادل ثقافيا ومذهبيا بين الطرفين، لكن أيضا الإيرانيين استطاعوا بذكاء كبير في أن يستحوذوا على هذه المساحة الكبيرة من المذهبية الزيدية ويحولوها إلى ورقة من أوراقهم المذهبية في صراع الطوائف والمذاهب التي أرادوا إشعالها في المنطقة العربية. لا تمتلك قرارا مستقلا جماعة الحوثي اليوم، أصبحت أسيرة. أعود إليك في هذه النقطة أستاذ نبيل لنتحدث عن يعني مدى صوابها من عدمه بعد أن يعود إلينا الأستاذ يحيى. أستاذ يحيى، نعم كنت تتحدث عن يعني التداعي المذهبي والطائفي للمشروع الإيراني، تفضل. نتمنى أن يكون الصوت أكثر جودة. والحل في اليمن أن يكون هناك انحياز لحق الشارع، لحق المواطن، وليس ما يحصل حاليا من تداعيات. هل الصوت يصل؟ نعم نعم، الصوت ممتاز يعني، تفضل. طيب، اللي يحصل الآن من تداعيات يعني لأبناء الطائفة وأبناء المذهب العابر للحدود، هذا مضر بالحالة اليمنية ومضر بالمنطقة كلها. يعني لا يمكن لأي طائفة من الطوائف أن تنهي الطائفة الأخرى. هذا المنطق هو منطق عقيم للغاية ويؤزم الأزمة سواء في اليمن أو في كل المنطقة. لم يكن حلا في سوريا ولن يكون حلا في اليمن. لابد لجميع الأطراف أن تنحاز إلى حق الشعب وحق الشارع. أما أن يخرج شخص من العراق أو من غيره لكي يقول أنه سوف ينحاز إلى طائفة أيا كانت أعمال تلك الطائفة صائبة أو خاطئة فسوف ينحاز إليها، ثم يعني يطلب أنه أيضا يكون هناك موقف مقابل يعني مناهضة هذه الطائفة بطائفة أخرى، هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي. الحل هو بالدفع باليمنيين إلى أن يذهبوا إلى دولة الحقوق والمؤسسات، إلى الخيار الشعبي، وهذا ما كان يجب أن يقوم به دول مجلس التعاون الخليجي في بداية الثورة اليمنية. ولكن الذي فعلوه أنه في بداية الثورة اليمنية فرضوا عليهم رئيسا ثم أفشلوا ثورتهم ثم لم يدعموا الخيار الديمقراطي، وذلك لأن دول الخليج وبالتحديد السعودية لا تميل إلى الخيار الديمقراطي، ثم سمحت للحوثي بالتقدم، ثم الآن عندما تقاتل الحوثي لا تقاتل الحوثي من أجل أن تفرض الخيار الشرعي، بل تقاتل الحوثي من أجل أن يرضخ لها وأن يكون حليفا لها. فلو رضخ الحوثي للسلطات السعودية لكان حليفا لها ولفرضته على اليمنيين. الحل هو بالذهاب إلى دولة الحقوق والمؤسسات، إلى الشرعية الحقيقية، إلى أن ينتخب اليمنيون من يمثلهم، إلى رفض كل هذا المنطق العقيم الذي لا يمكن أن يستقيم باستدعاء أبناء الطائفة من أي مكان لتأييد الحوثي فقط لأنه ينتمي إلى هذه الطائفة. نعم. إذن يعني هل تعتقد أن المشروع العربي المتمثل بالتحالف يواجه المشروع الإيراني كما ينبغي له في المنطقة خاصة في اليمن؟
بالتأكيد لا، السلطات السعودية تحديدا هي من يقود هذا المشروع. السلطات السعودية لا تملك مشروعا لا دينيا ولا أمميا، هي تملك مشروع أن تبقى هي في السلطة وأن يبقى نفوذها في المنطقة. كيف يبقى نفوذها في المنطقة هي لا تعبأ بذلك، النفوذ كيف يكون، هي تريد فقط أن يبقى لها حلفاء. حتى لو كانت تدعم حكومة يمنية، هي تريد الحكومة اليمنية أن تبقى تابعة لها مثل ما تفعل هي مع دولة البحرين حاليا. السلطات السعودية واضح الآن أن عندما دخلت اليمن أن دخلت بينهم مشروع، هناك مشروع إماراتي ولكن لا يقابله مشروع سعودي، وهذا سبب الفشل الذي يحصل على الأرض. ويجب على اليمنيين أن لا يثقوا في المشروع السعودي، يجب أن يكون مناهضة أي مشروع طائفي هو بخيار شعبه وبخيار يمني حقيقي، بعيدا عن الأجندات السعودية، لأن الأجندات السعودية في الأخير لن تأخذ اليمنيين إلى بر الأمان. نعم، إذا إلى أين ستأخذه أستاذ يحيى؟ يعني إذا كان ولم تقم بإداء خير على بلدها. نعم، إذا كان السعودية لديها أجندات لن تأخذ اليمن إلى بر الأمان، والإمارات لديها أجنداتها الخاصة، يعني في ظل هذا الصراع بين الدول الكبرى، هل تدفع اليمن الثمن؟ لا تدفع الثمن فقط، بل دفعت ثمن ودفعت ثمن باهظ جدا. يعني إذا كانت الأمم المتحدة الآن تصنف المأساة اليمنية بأن أحد أكبر المآسي في العالم، وللأسف في ظل عدم تغطية إعلامية في العالم هناك صمت إعلامي كبير جدا، القضية اليمنية مغيبة بشكل كبير، ولا يزال الصراع وكأنه صراع سني شيعي، وكأنه صراع عنه سوف تعود حكومة الشرعية أو لا تعود حكومة الشرعية. وما تقوم به السلطات السعودية من محاولة ذر الرماد في العيون عندما تقول أنها تدعم الشرعية مرة، وعندما تقول أنها توزع مساعدات مرة، وهي يعني مع كل ذلك هي لا تعبأ بالشارع اليمني، ويقابلها في المقابل مشروع إيراني خطير جدا، ومشروع إيراني منظم، ومع شديد الأسف أنه مشروع يعني استعمل الوتر الطائفي لكي يتغلغل في اليمن وفي غيرها. لا يمكن مناهضة هذا المشروع إلا ببناء مشروع وطني حقيقي، مشروع يقوم على دولة الحقوق المؤسسات. إذا وجد ذلك المشروع الذي يقوم على دولة الحقوق المؤسسات، هذا وحده ما يمكن أن يغري اليمنيين للالتفاف حوله، لأنه سوف يناهض وسوف يقاوم المشروع الذي يأتي من الخارج بأيدي سعودية لم يعد اليمنيين يثقون فيه، وسوف يناهض أيضا المشروع الطائفي الذي رأى الجميع أن من يلتف حول الحوثي حاليا وخاصة من الخارج أنه لا يريد خيرا لليمن، وإنما يلتف حول الحوثي ويدعم الحوثي للانتماءات المذهبية. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ يحيى. أعود إليك أستاذ نبيل، يعني ما هو تعقيبك على حديث الأستاذ يحيى؟ يعني التحالف لا يقوم بدوره كاملا لمحاربة أو لمواجهة خطر إيران، يعني هناك أيضا من يتحدث أن هناك الطرف الآخر يقوم بالعمل ويشتغل إعلاميا سياسيا على الأرض أيضا، لكن الطرف المقابل التحالف المتمثل بالتحالف والحكومة الشرعية يعني إن صح لي القول بأنه نائم ولا يدري ما الذي يدور حوله. أنا أتفق كثيرا مع الأخ يحيى في هذه النقطة بالذات، أنه التحالف العربي هو أنت تحالف مفاجئ، ليس له جذور وليس له أفق مستقبلي، وبالتالي كان بلا رؤية، وبالتالي دخل إلى المشهد اليمني بدون رؤية وغرق في المشهد اليمني. اليوم 3 سنوات كانت الحرب مقرر لها في أقصى حدودها أن تستمر 3 أشهر، اليوم نحن في المنتصف العام الرابع من هذه الحرب ولم يتحقق منها ما أعلن عنه. دعني نقول حتى لا نكون متشائمين كثيرا، ما أعلن عنه مستعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب لم يتحقق إلى الآن، لا الانقلاب الذي سقط ولا الشرعية التي عادت. يعني نحن أمام إشكالية كبيرة وخطيرة، وبالتالي هو عكس هذا الفشل أو هذا الجو الضبابي أو المشهد الضبابي الذي نراه أمامنا، هو عكس حقيقة غياب الأجندات أو غياب الاستراتيجيات والرؤى لدى التحالف العربي، لأنه دخل دون يعني معرفة حقيقية لماذا يريد، وهذه المعرفة الحقيقية هي التي تمثلت بإعلان استعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب. نحن بعد 4 سنوات أو 3 أعوام ونصف من الآن لم نرى هذا الإعلان يتحقق على ظهر الواقع. يعني حتى حينما افترضنا هناك مناطق حررت، كان ينبغي لها هذه المناطق المحررة أن تقدم نموذجا رائعا في إدارة شؤون الناس وإدارة الأمن وإدارة الاقتصاد وإدارة كل الخدمات وإدارة كل شيء، لكن للأسف الذي عرقل عودة شرعية المناطق المحررة هي ما يسمى بالتحالف العربي، سواء كان من جانب الإمارات أو الصمت والعجز السعودي في مداراة وفي مواجهة المشروع أو الوظيفة الإماراتية التي تقوم بها في عرقلة عودة شرعية وإنجاح أو تقديم تجربة ما يمكن النظر لها أو
في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثي على أنها تجربة جاذبة ستسعى إلى إحداث حراك شعبي في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثي وستؤدي إلى سحب الغطاء على جماعة الحوثي في هذه المناطق ما يسهل من إسقاط جماعة الحوثي، لكن للأسف لم يتحقق أي من ذلك، وبالتالي نحن اليوم أمام إشكالية خطيرة. هذه الإشكالية تتعلق في أن هذا الفشل الذي كان في الحالة اليمنية عسكرياً هو اليوم انعكس سياسياً حتى إلى مربع الأزمة الخليجية. مثلاً اليوم من نراه من صراع خليجي مثلاً الصراع الذي رأيناه بحصار قطر وما إلى ذلك هو جزء من هذا المشهد، هو جزء من هذا الفشل. أيضاً انعكست التي أدت إلى مثلاً التي يعني انعكست حتى على مستوى مثلاً العمالة اليمنية الوافدة في المملكة العربية السعودية، على يعني انعكست فشلاً اقتصادياً حتى على المستوى الداخل السعودي. يعني كل هذه التداعيات التي يمر بها المشهد العام في المنطقة العربية والخليج تحديداً هو انعكاس لهذا الفشل الكبير أمام مشروع إيراني يعمل بصمت ويعمل بوتيرة متعالية ويعمل بتنسيق واضح وبأجندات واضحة وبأهداف معلنة وواضحة وتحقق كل فترة، رغم أيضاً أنه الفارق الكبير بين الإمكانيات الموجودة لدى والتي هي قطعاً لصالح التحالف العربي ولصالح المملكة العربية السعودية، لكن الإيرانيون استطاعوا من خلال خبرتهم الدقيقة في المنطقة العربية وفي نقاط الضعف والقوة التي يمتلكها الجانب العربي في الدخول من هذه البوابة وتحقيق الأهداف بأموال المنطقة العربية نفسها وبدماء وشهداء وقتلى وجرحى وخراب المنطقة العربية نفسها، فيما إيران لم تخسر شيئا في هذه المعركة. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ نبيل أنت والأستاذ يحيى أيضا عسيري والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أعود إليكم من جديد أستاذ يحيى. يعني بهذا الشكل يعني الذي تحدثت عن تكالب الدول الكبرى، اشتغال أيضا إيران وغيرها من الدول إعلاميا عسكريا اقتصاديا أيضا وجعل اليمن هي منطقة صراع، ما هي الحلول برأيك للخروج من هذه البوتقة، خصوصا يعني وهناك من يرى بوادر خلاف بين رئيس هادي والتحالف؟ حقيقة لا أرى أنه في طريق للخروج إلا بحل وحيد، ربما يرى بعض اليمنيين أنه يعني صعب أو ربما يرى البعض أنه غير منطقي. الحل هو أن يكون الحل يمني بعيد كل البعد عن دول مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد السعوديه والامارات. اتوقع هل ستتركان المجال لحل يمني يمني السعوديه قبل 3 أعوام ونصف؟ هل ستتركان المجال لحل يمني يمني؟ بالتاكيد اذا اتخذت حكومه الشرعيه اتخذت القرار فانها تستطيع ان تذهب الى الامم المتحده وتطلب أنه لا تعطي تفويضا للتحالف مثل ما فعلت وأعطتهم تفويضا في البداية، تقول للأمم المتحدة أنها لا تعطي تفويضا للتحالف. بالتأكيد أنه لن تدع السعودية اليمن في حالها، ولكن وجود تفويض لدى السعودية ولدى الإمارات هذا بحد ذاته يعطي السعودية والإمارات مجال أكبر للإفساد في اليمن. أنا أتوقع أن كل اليمنيين الذين وافقوا على تدخل سعودي في البداية حاليا يعلمون أن التدخل السعودي والإماراتي أنه لم يكن في صالح اليمن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يحيى عسيري الناشط السياسي والحقوقي السعودي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني هل يعني تعتقد أن التحالف العربي يعني فعلا سيترك المجال لو طلب منه عدم التدخل باليمن، يعني إذا ظهر رئيس هادي وطلب
من التحالف أن يوقف عملياته لي على الأقل إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ هل يمكن يعني أم أن الأمور تشابكت وتداخلت وهناك صعوبة في هذا الأمر؟ لا شك أنه في هناك تعقيدات كبيرة، جرى ماء كثير طوال 3 سنوات، أصبح مصير المنطقة كله مصير واحد وماء واحد. لكن في حقيقة الأمر أيضا، حتى لا نكون أكثر تشاؤما، أنا باعتقادي أنه الحديث مثلا عن انتهاء دور التحالف في اليمن عند هذا الوضع، أنا باعتقادي حديث ليس دقيقا وليس موضوعيا أيضا، ولا يأخذ في الحسبان الكثير من التعقيدات التي حصلت والتداعيات الكبيرة أيضا. أنا باعتقادي اليوم المصير السعودي مرتبط ومرتهم بما ستتحقق نتيجة المعركة في اليمن. مصير الأمن الاستراتيجي والقومي والوطني للمملكة العربية السعودية والمنطقة الخليج عموما مرتبط ببقاء الشرعية اليمنية وبقاء اليمن موحدا جمهوريا. أي نتيجة ستؤدي إلى غير هذا العنوان، أنا باعتقادي أنها ستكون تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة كلها. تدرك السعودية اليوم أنها تورطت في المستنقع اليمني، لأنها دخلت هذا المجال وهي لا تمتلك، أو ربما هناك من وظف هذا التشرذم الواضح والحيرة الواضحة في القيادة السعودية تجاه خلق هذا الفراغ الكبير الذي من خلاله تتمدد مشاريع صغيرة قروية وصغيرة أيضا، أو حتى المشروع الإماراتي إن صح التعبير وكلمة مشروع كبير عليهم أيضا. لكن في حقيقة الأمر أنا باعتقادي أنه اليوم المملكة العربية السعودية أمامها لحظة تاريخية فاصلة وحاسمة وأخيرة، إن أرادت أن تأمن على مصير هذا النظام السياسي الموجود في المملكة والحفاظ عليه، فحفاظ عليها مرتبط بالحفاظ على اليمن جمهورية موحدة مستقلة، والنظر إليها بنوع من التكافؤ والشراكة في مصير هذا البلد. اليوم اليمنيون يقاتلون ليس دفاعا فقط عن اليمن، إنما دفاع عن المنطقة كلها. هذه هي الحقيقة التي يحاول البعض أن يقفز فوقها ويهرب منها، وهي حقيقة أن اليمنيون اليوم يقاتلون دفاع عن المنطقة كلها، وعلى المنطقة أن تقدر لهم هذا الجميل الذي يصنعون. أنا باعتقادي إذا كان هناك من وهذا لا يحدث في الحديث عن التاريخ وعن صيرورة هذا التاريخ وأحداثه، ولكن في حقيقة الأمر اليمنيون قدموا الكثير ولديهم المزيد لتقديمه، لكن شرط أن يكون هناك مصداقية حقيقية ويكون في نظرة تقدير واحترام لمثل هذه التضحيات الكبيرة التي قدمها اليمنيون، لأنها تضحية تضحية بالدم وتضحية بالغالي والنفيس، مقابل أيضا نوع من الإلحاف ونوع من المحاولة الدخول في خلق فراغات لتشتيت هذه العلاقة ولتشتيت هذا المصير المشترك بين المملكة واليمن. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان هاشم الباحث في الشأن الإيراني من عدن. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام وبالتكريم الشديد. أهلا بك أستاذ عدنان. يعني بالتأكيد تابعت تصريحات القائد في الحشد الشعبي العراقي وقبل تصريحات حسن نصر الله حول استعدادهم للقتال في اليمن مع ميليشيا الحوثي، وهناك يعني تداعيات لمثل هذا التصريح، ما هو تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن مجموعة ميليشيا الشيعة الموجودة في المنطقة هي تتبع جهة واحدة، هي حرس الإيراني. يقود هذه ميليشيا الشيعة قاسم سليماني، منذ عام 2015 يقوم قاسم سليماني بتقديم تقرير عن جماعة الحوثي وعن ميليشيا الحج الشعبي ويمر على حزب الله اللبناني وأيضا ميليشيا الشيعة الموجودة في سوريا وفي العراق إلى رجال الخبراء في إيران. باعتقادي بأن هذه التشكيلة من الدعم الميليشيات الشيعية هي جانب تضامني، محاولة لإظهار مدى قدرة الميليشيات الشيعية على تجاوز الحدود الحدود السياسية وتضامنها بشكل كبير. يعد هذا أيضا الحديث حول مفهوم جيش التخيل الشيعي الذي أعلنت عنه إيران في عام 2016. الآن هو منظور آخر يسمى محور المقاومة الذي يضم فيه سوريا والعراق ولبنان واليمن. أغلب هذه الميليشيات الشيعية تم تأسيسها في إيران، حزب الله القيادة الحزب الله تأسس في إيران، أيضا فيلق بدر العراقي تأسس في إيران، طائرة الحج الشعبي تأسس في إيران. جماعة الحوثي جزء منها درس مجموعة من القيادة اللي تحول إيران ترضهم في جماعة الحوثي، هم درسوا في قم. هذه القيادات الشيعية التي تحاول النفوذ والسيطرة في اليمن أو في المنطقة العربية تستخدمها إيران من أجل تصدير الثورة الإيرانية
وايضا التاثير في المنطقه العربيه وظهارها قوات اقليميه. نعم، اذا انت كمتابع للشان الايراني استاذ عدنان، يعني ما هو حجم الدعم الذي تقدمه ايران لميليشيا الحوثي سواء المادي او السياسي او حتى الاعلامي؟ باعتقادي بان خلال الفتره الماضيه بان جماعه الحوثي يعتمد بشكل شبه كلي على ايران وايضا على حزب الله في لبنان. لا اعتقد بان ايران تدفع كثيرا من المال للحوثيين، لكن تدفع لهم الخبرات، تدفع لهم الاسلحه، وايضا تجمع الدعم السياسي والدعم الاعلامي. ايران تخوض خلال الفتره الماضيه بشكل كبير جدا بعلاقاتها الدوليه بالحديث مع الاوروبيين من اجل انقاذ جماعه الحوثي واخراجها من المأزق السياسي الموجود في الحديده. ايضا الدعم الاعلامي وايضا المنظمات خلال الفتره الماضيه شهدت الاتحاد الاوروبي وايضا امريكا مظاهرات تدعمها ايران وتمولها ايران من اجل اظهار او نفوذ جماعه الحوثي في دوائر صنع القرار السياسي. هناك خلل ايضا لا يمكن ادخال لهم بالكثير على ايران، ايضا دول التحالف تتحمل جزء كبير من هذه المشاكل لانها تواجه ايران بدون استراتيجيه محدده. ايران تواجه باستراتيجيه محدده، تستخدم القوات، تستخدم الطبقات، تستخدم الخطط الحربيه المرحليه المتنوعه، تستخدم ترسيخ النفوذ الايراني من خلال عقد التحالف الطائفيه والسياسيه. ولذلك الخليج العربي او دول الخليج العربي تهاجم او تواجه ايران ايضا بتكتيكات مفككه، لا يوجد استراتيجيه محدده للخليج، وهذا ما يجعل ايران تزيد من نفوذها، تجعل ايران تظهر مظهر المتصرف بان الميليشيات الشيعيه تواجه الكثير من الضعف والتفكك. نعم، اذا استاذ عدنان، الصراع في اليمن يدار بايدي اقليميه، الى اي ويستثمر ايضا من قوى كبرى، يعني الى متى ستظل اليمن تدفع ضريبه الصراع الاقليمي فيها والدوله ايضا من دماء ابنائها وامنهم وحياتهم؟ اعتقد حتى لو قضى من الى ما الى الى خلاف على دوله على دولتهم على جمهوريه بغير هذا بغير ما يجد اليمنيين انفسهم في مازق ويبداون في مواجهة التصرفات الطائفية وأيضا الإثنية وأيضا مواجهة جماعة الحوثي. هذه الجماعة التي حاولت فرض المجتمع أيضا تسعى بشكل كبير لإنهاء الجمهورية والنظام السياسي داخل البلاد وإنهاء الدولة. أيضا لا يمكن الحديث عن إنهاء الصراع الإقليمي من صالح إيران. المملكة العربية تتحمل جزء كبير من هذا العبء لأن ما يحدث في اليمن هو يهم الأمن القومي في شبه الجزيرة العربية. الدول الموجوده في شبه الجزيره العربيه دول الخليج واليمن هي مهمتها الكبيره هي مواجهه هذا النفوذ وايضا ايجاد بلد مستقر امن في اليمن. هي ايضا مهمه المجتمع الدولي بصفه ان اليمن تقع على مضيق باب المندب وايضا على مره كبيره من التجاره العالميه التي يضم عبر قناه السويس. باعتقادي بان هذه هي ضروره وواجبه على اليمنيين اولا وايضا على المقاربه السعوديه واجبه في الجزيره العربيه. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عدنان هاشم الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، على المستوى الفكري والثقافي، ما هي مخاطر محاولات التشيع العابرة للحدود التي تقوم بها إيران وأذرعها الطائفية في اليمن والعراق وسوريا ولبنان أيضا؟ مشاكل مثل هذه الأفكار مشاكل خطيرة وأصبحت تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي والمحلي أيضا. نحن على امتداد 20 عاما من الصراعات، وجدنا حقيقة أن مآل المنطقة سيؤول إلى اقتتال كبير وخطير جدا. ما شاهدناه خلال السنوات الماضية في العراق وسوريا وما انتقل من ذلك الصراع إلى اليمن أيضا هو يعكس حقيقة مثل هذه المخاوف التي كانت أصوات ترتفع في بداية العشرية السابقة في الحديث عن وجود مشروع إيراني يتهدد هذا المشروع ويستخدم الأوراق الطائفية واستخدم الأقليات العربية أو الأقليات الطائفية في المجتمعات العربية كجزر نائية ويثورها من الداخل تحت مبدأ تصدير الثورة الإيرانية. أنا باعتقادي إيران لم تنجح في أي معركة منذ ذي قار في ما قبل الإسلام حتى هذه اللحظة. كانت تجربتها مع العراق، تجربة الإيران، الحرب العراقية الإيرانية كانت مريرة للانكسار والهزيمة الكبيرة التي لحقت بإيران كدولة تقدم نفسها كانت في حقيقة الأمر دولة قومية بغطاء طائفي شيعي، لكنها بعد ذلك استفادت من الحرب العراقية الإيرانية في الاشتغال على الأقلية الطائفية واستطاعت أن تنجح نجاحا كبيرا فيما آل إليه الأمر في العراق أيضا. طبعا ليس فقط بتخطيط إيراني منفرد أو دون دعم من المجتمعات الغربية والدول الاستعمارية، لا شك أن الغرب لعب دورا كبيرا في
تسليم المنطقة لإيران من خلال الاشتغال على الأوراق الطائفية، ومن خلال أيضا أن الغرب لا يرى في إيران ولا يرى في الميليشيات الإيرانية المدعومة إيرانيا الشيعية أي خطر يتهدد المشروع الإيراني، أو يتهدد أيضا حتى الوجود الإسرائيلي في المنطقة العربية. وبالتالي خطر مثل هذه الدعوات الطائفية والمذهبية أنها على المدى البعيد ستقود المجتمعات إلى احتراب أهلي. هذا الاحتراب ليس مجرد تكهنات، لكنه أصبح واقعا اليوم، ونحن نعيش ويلاته، وتعيش ملايين العرب اليوم، العراقيين السنة في العراق وسوريا، نزوحا وتشريدا وهجرانا لأوطانهم التي استمروا فيها آلاف السنين. وبالتالي من خطورة المشروع الإيراني اليوم لا يكمن في مجرد الحديث الوعظي أو الطائفي، لكن المشروع الإيراني يحتاج إلى مشاريع وطنية عربية تقدم مصالح أوطانها وشعوبها أولا، وتتجاوز ثنائيات التخندقات المذهبية والطائفية في تقديم مشروع وطني جامع كمشروع الدولة الوطنية الذي عشناه سابقا، ولكن دون آلية الاستبداد التي كانت تدير هذا التنوع بالعنف والقصر. نريد مشاريع وطنية ديمقراطية تسمح بهذا التنوع في وفقا للمصالح الوطنية العليا وليس وفقا لحكم يعني الأقليات. ما هي المسؤولية الواجبة على الحكومة والنخب الثقافية والإعلامية لمحاولة يعني أو مكافحة هذا التطييف للمجتمع والتحذير من مخاطره؟ المشاريع الوطنية العابرة للمذهبيات والطائفيات، المشاريع الحقيقية التي ممكن من خلالها أن نتجنب انزلاق مجتمعاتنا لمثل هذا السياق. أنا باعتقادي في الحالة اليمنية رغم الحرب ورغم هذا السعار المذهبي والطائفي الذي يتم تحشيد الآلة الإعلامية المدعومة إيرانيا لقرى المجتمع اليمني إليه، إلا أن هناك فشل كبير لاقى هذا المشروع. لكن لا نكتفي بمجرد أن هذا بالحديث عن فشل هذا المشروع، يجب أن يكون هناك مشروع مضاد ومشروع حقيقي، مشروع وطني يرتكز على مفهوم المواطنة ومفهوم دولة الحقوق والمؤسسات، لا دولة النخب والطائف والمذهبيات التي تبشر بها الجماعات المذهبية والطائفية والدينية التي تتخذ من المذاهب سلم وصول إلى السلطة وليس من صناديق الانتخاب والديمقراطية والحرية الفردية لها مشاريع وطنية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث نبيل البوكيري، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. وأود أن ألفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن برنامج المساء اليمني سيتوقف خلال الأيام القادمة لإجراء بعض التحديثات في البرنامج على أن يعاود الظهور بإطلالة جديدة مطلع الأسبوع القادم. أنا ألتقيكم إلى ذلك الحين، كونوا برعاية الله وأمنه.